ونواصل نشرتنا بفقرة معلومة قانونية في زمن كورونا مع الأستاذ يوسف الفاسي الفهري محامي بهيئة الدار البيضاء. أستاذ يوسف مرحبا. أهلا وسهلا أستاذية، تحية لك وتحية المستمعات ومستمعي الكرام. نعم شكرا لك. إذن معلومة اليوم حول تهاون في الالتزام بالإجراءات الصحية كعدم ارتداء الكمامة مثلا، يعني رأي القانون في هذه الحالات، بالإضافة إلى يعني يمكنكم التذكير ببعض الالتزامات والتدابير الصحية الخاصة بالشركات يعني في حالة إعادة إطلاق أو استئناف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بها. وشكرا على السؤال ديالكم الأخت فوزية. أولا الإطار القانوني للشطر الأول ديالكم هو مرسوم القانون 22-292 اللي دابا ولا كل شيء عارفه، اللي صدر في 23 مارس الماضي، والمرسوم 22-293 دي 24 مارس. القانون الأول يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب واللي مازال ممتدة حتى 10 غشت المقبل. أما بالنسبة للمرسوم القانون الثاني هو يتعلق بكيفية التنقلات بين مختلف مناطق المملكة. فعلا لاحظنا واحد النوع من التهاون في التزامات بالتدابير الصحية، بينهم وضع الكمامات في الأماكن العامة وفي النقل الحضري والشارع العام بصفة عامة. خص المغاربة يعرفوا بأن هناك تدابير صحية يجب احترامها وعدم التهاون بها، لأن المادة 4 من هذا المرسوم تتحدث على التدابير الزجرية. ملي تنهضروا على تدابير الزجرية بمعنى أن كل مواطن كيخالف هذا القانون ديال ارتداء الكمامات راه يمكن ليه أنه يتعرض لمتابعات من طرف السيد وكيل الملك ويتحاكم بجلسة علنية. السياسة اللي كتطبقها الحكومة في هذا الإطار هي سياسة التوعية والإرشاد. وسائل الإعلام انتما كتلعب واحد الدور مهم في التحسيس بالتدابير الصحية، ولكن رغم ذلك راه إلى غاية شهر يونيو وصلت عدد المتابعات القضائية أكثر من 40,000 متابعة، ومن بينها أكثر من 7,000 غير ديال الناس اللي ما كيرتديوش الكمامات. كان هناك واحد البلاغ خرج عن رئاسة النيابة العامة في شهر أبريل الماضي اللي كيشدد على ضرورة احترام الإجراءات الصحية والتقيد بها تحت طائلة تفعيل القوانين الزجرية. هذا الشيء كله غير باش المواطنين يحميوا نفسهم ويحميوا الناس اللي عزاز عليهم. المغرب الحمد لله عرف إنشاء عدة وحدات صناعية اللي خدات رخص من أجل تصنيع هذه الكمامات باش الأخت فوزية يكون اكتفاء ذاتي بالمغرب. الحمد لله كان تصدير هذه الكمامات إلى خارج أرض الوطن، ومن هذا المنطلق راه الثمن ديالهم راه هو جد رمزي ومناسب للجميع. لهذا ما كاين حتى شي عذر ولا شي سبب اللي يخلي المواطنين ما يكونوش دايرين هذه الكمامات. وكنشوفوهم دايرينهم في يديهم كيديرهم معلقينهم في ودنيهم ولكن ما كيلبسوهمش. والدور ديال الكمامه هو الانسان يلبسها في الشارع العام من يكون مع اشخاص اخرين. بالنسبه إذا سمحتي أستاذ الفاسي الفهري، قبل المرور للسؤال الثاني المتعلق بالشركات، يعني اليوم حديث على يعني تحرير محاضر أو مخالفات في الشارع بالنسبة للأشخاص لما كيرتديوش الكمامة. فعلا كاين تحرير مخالفات في الشارع العام، وهذه هي النوعية ديال المتابعات. راه هذيك المخالفة راه تتبعها محاكمة أمام القضاء، ماشي غير كتجي الخطية للدار، راه كيدوز أمام متابعة ديال السيد وكيل الملك. إذا الأمر لا يجب أن نأخذه بالشيء الهين، وراه كتكون كذلك. راه قلنا فيها الحبس من شهر إلى 3 أشهر، وفيها غرامة من 900 حتى 1300 درهم، وهذه هي المادة 4 اللي ذكرنا بها. إذن وفرنسا راه دايرين مخالفة تتوصل 1400 درهم. هنا تنبينوا المادة 4 كيف ما قلنا. أما بالخصوص الشطر الثاني ديال السؤال ديالكم الأخت فوزية، فإن التدابير الصحية الواجب على الشركات الالتزام بها في حالة إعادة فتح الوحدات الصناعية، أولا وقبل كل شيء قياس الحرارة ديال العمال عند دخول الوحدة الصناعية. هذه أول تدبير خاص يقوموا به أرباب المقاولات. بطبيعة الحال هذا قياس الحرارة يجب أن يكون مقنن وتحت سرية، لأن ملي كنهضروا على أصحاب المقاولات راه هما ملزمين في إطار القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية أن المعلومات التي تتسرب ويجب الاحتفاظ بها في أماكن في مكان آمن. وكل عامل تبين أن قياس الحرارة ديالو تيفوق 37.5 كيطالبوه أنه يرجع للبيت ديالو وما يدخلش الخدمة درءا لأي خطر. مسألة أخرى هي ضرورة إجراء هذه التحاليل والاختبارات للكشف عن عدوى فيروس كورونا التي تقوم بها المستشفيات حاليا، واللي بخصوصها راه الحكومة قننت المبلغ ديال هذه التحاليل.
كذلك يجب وضع مسافة الأمان بداخل المصنع بين العمال وتجنب الاكتضاض ديال العمال في مكان واحد، واستعمال سلسلة التناوب في العمل، مثلا 3 في 8 ديال السوايع ولا 50% في العمال. هذا الشيء كله تيدار باش المقاولات اللي تنشط في المجال الصناعي يمكن لها تباشر العمل ديالها وتنشط اقتصاديا في التطوير يعني المتطلبات ديال السوق، لكن في آن واحد تكون يعني ملتزمة ومحترمة لكل الإجراءات والتدابير الصحية المعمول بها. طبيعة الحال تكون هناك وضعين وقت من الراحة يستريحوا فيه العمال كذلك، هذه مسألة مهمة. إذا خصنا نعرفوا أنه كاين تدابير تجرية إلا الواحد ما احترمش الإجراءات الاحترازية. وغنختم بواحد النقطة مهمة ملي كنهضروا على الكمامات، من واحد الناحية المسابح الخاصة هما مسدودين، ولكن كاين الشاطئ، تلقاو الشاطئ عامر كطيح بنادم، والناس ما كياخدوش الحيطة والحضر، ما كيديروش الكمامات، ما كيديروش مسافة الأمان. الناس خصها تاخد بعين الاعتبار أنهم ما غنديروش لهم السلطات المحلية ما يمكنلاش تبقى تجري من وراء كل واحد. خص الواحد يكون عنده روح المواطنة وروح المسؤولية باش نخرجوا كاملين إن شاء الله من هذه الجائحة بسلام إن شاء الله يا رب. شكرا لك أستاذ يوسف الفاسي الفهري، أذكر محامي بهيئة الدار البيضاء، شكرا جزيلا على معلومات اليوم.